السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الجمعة. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كنشكركم على تتبع الفيديوهات والتوقعات ديالي. أتمنى حالفنا الحظ دائما، واخا أن كاينين واحد جوج المباريات النهار اللي كانوا شوية اللي ما صدقتش النتيجة إيجابية. مباراة ديال المنتخب الياباني اللي انهزم المنتخب الكندي، كذلك الهزيمة ديال المنتخب السويسري. كاينين شي منتخبات اللي ما كيبينوش المستوى الحقيقي في المقابلات الودية. المهم حنايا جوج توقعات اللي كانوا غالطين، اما التوقعات الاخرى كانوا صحاح. المهم نتمنى يحالفنا الحظ. كما العادة اختاري لكم بعض المباريات من يوم الغد، واخا كاينين مقابلات قلال. المهم ما نطولش عليكم، نبداو التوقعات ديالنا. اول مباراة من القسم الوطني الثاني الهندي بين فريق ايزاول مع فريق جوكولا، هذه الجولة الثانية. كلا فريق جوكولا اللي فاز في الجولة الاولى، ايزاول تعادل 1-1. المهم حنا هاد المباراة هادي نلعبو كلا الفريقين سجيلا، هادي نلعبو جول جول. انتقلو للمقابلة الموالية، كذلك من القسم الوطني الثاني الهندي بين فريق نيروكا مع فريق سوديفا ديلهي، كذلك هادي الجولة الثانية. فريق سوديفا ديلهي اللي كيحتل المرتبة التاسعة بصفر نقطة، كذلك نيروكا في المرتبة الأخيرة تما بصفر نقطة. كلا الفريقين حصدوا الهزيمة. المهم هاد المباراة غادي يلعبو فوز فريق نيروكا، حنا غادي نلعبوه 1-0. تقرير المقابلة الموالية من الدوري الأوكراني بين فريق زوريا لوهانسك مع فريق ألكسندرية. إذا مشينا للترتيب فإن زوريا لوهانسك في المرتبة الثالثة ب23 نقطة، كذلك ألكسندرية ب23 نقطة في المرتبة الخامسة مع مقابلة ناقصة. هذه تكون مقابلة قوية. أنا المهم هذه المباراة لعبوا كلا الفريقين يسجلان، حنا غادي نلعبوا هذا جول جول. تقرير المقابلة الموالية من الدوري الأوغندي بين فريق فيبرس مع فريق أو بي دي. إلا مشينا للترتيب فأنا فيبرس في المرتبة السادسة ب11 نقطة، أو بي دي في المرتبة 13 بخمسة نقاط. فيبرس مع مقابلة ناقصة، لذلك حنا غادي نلعبو هاد المباراة فوز فريق في بي اس في فيبر. نلعبو فوز فريق فيبر 1-0. تقرير المقابلة الموالية كذلك من الدوري الأوغندي بين فريق واكيسو مع فريق غادافي. واكيسو اللي كيحتل المرتبة الثانية ب14 نقطة، فريق غادافي في المرتبة التاسعة ب9 ديال النقاط. آخر مواجهة فاز واكيسو ب4 أهداف لهدف. المهم غادي يلعبو هاد المباراة، غادي يلعبو فيها واحد جوج احتمالات، اللي هو فوز فريق المستضيف اللي هو فريق وكيسو، كذلك يمكننا نلعبوها بليس ديال 1.5. انتقلوا المقابلة الموالية، هذه من الدوري الهندي بين فريق ايست بنغال مع فريق اوديشا. اوديشا في المرتبة السادسة ب9 نقاط، ايست بنغال في المرتبة الثامنة ب6 ديال النقاط. اوديشا مع مقابلة ناقصة، هادي لعبو فيها كذلك واحد جوج احتمالات. عندنا فيها جول جول، كذلك ممكن نلعبو فيها بليس ديال 2.5. كلا الفريقين يسجلان عدد اهداف المباراة اكثر من 3 اهداف. انتقلوا المقابلة الموالية من دي مقابلة ودية بين المنتخب البحريني مع المنتخب الصربي.
صربيا الذي فريق منتخب صربيا يشارك في كأس العالم. منتخب البحرين اللي عنده تعادل مع المنتخب الكندي. المهم هذه المباراة هذه لعبوها بليس دو تروابيت، لعبوها بليس دو تروابيت، راه يكون مخلصة، يكون فيها واحد النسبة كبيرة. تقبل المقابلة الموالية من الدوري الهولندي القسم الوطني الثاني. المباراة ديال القسم الوطني الثاني الهندي عفوا الهولندي غادي يلعبوهم بريس دو تروابيت. عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. كذلك المقابلة الموالية بين فريق هيرمون وفريق جرافشاب كذلك من القسم الوطني الثاني الهولندي. كذلك المباراة هذه لعبوها بليس ضد روابيت. عدد أهداف المباراة هي أكثر من 3 أهداف. المهم أتمنى ما نكونش طولت عليكم، أتمنى التوفيق للجميع. إلى فيديو آخر، تهلاو في ريوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.